سلام غزالة ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، الى اول مره كتشوفوا القناه ولا الفيديو ديالي، ما تنساوش تشتركوا بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد كنزلو، وما تبخلوش عليا بلي لايك والتعليق ديالكم. اليوم جيت لكم فيديو جديده كيف العاده. اليوم غادي نشارك معكم وصفه ولا طريقه ديالي في تحضير بسطيله ديال الحوت. مهم، انا ماشي شي وحده زعما سبيسياليست، ولكن غير قلت نشارك معكم الطريقه ديالي علاش لا. واللي شجعني اكثر كانت واحد المتتبعه من قبل طلبت مني الطريقه ديالي في بسطيله الحوت، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم دابا. لا ما نطول عليكم، دوزوا دابا لا فيديو وفرجه ممتعه. غادي نبدا معكم مرحله بمرحله بلا ما نعطيكم المقادير. نتوما في كل مرحله غادي تعرفوا معايا على المقادير اللي غادي نستعمل، وفي صندوق الوصف غادي نخلي لكم كاع المقادير بالتفصيل باش هكا تقدروا ترجعوا ليهم. المهم انا عندي هنا المرنة، حيتاش كتاخذوا نتوما اي نوع ديال الحوت يكون الهبره ديالو بيضاء. هنا عندي تقريبا واحد نص كيلو ديال المرنة، غادي نشرملها هو الاول وندخلها للفران. غنخليها في الفران واحد تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، لا اكثر، ما كنخليوهاش بزاف. كتعرفوا الحوت ما تياخذش الوقت باش يطيب، المهم 10 دقائق ربع ساعه بحال هكا كاع ماكسيموم. المهم دابا غادي نبدا معكم في الطريقه باش نشرمل الحوت هو الاول. غادي نجيب واحد نحيد هذا الكبيره، هنا واحد البانيو، وهنا غادي ندير واحد الكميه ديال زيت الزيتون. هنا غادي نضيف شويه ديال الخل، لاصوص ديال الصوجا، غادي نضيف البابريكا ولا التحميره. المهم نتوما الاقامه العاديه ديال الحوت، نتوما شنو كيعجبكم النكهات اللي كتعجبكم. غادي نضيف شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، وغادي نجيب واحد جوج معالق ديال الكونسونطري طوماط ولا مطيشه ديال الحك. هنا غادي نجيب الثومه، وهنا غادي نضيف واحد شويه ديال هاد اللوب ديال الحامض، الحامض اللي تيكون مصيب. هنا غادي نجيب شويه ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نجيب قطرات ديال الحامض، نضيف واحد شويه ديال الهريسه، واحد ربع معلقه بحال هكا. غادي نضيف شويه ديال الماء لهاد الشرموله، غير شويه ماشي بزاف. غادي نضيف شويه ديال الملح، ماشي بزاف غير شويه. وهنا غادي نجيبو هاد الحوت ديالنا، غادي نحاولو ندوزو ليه هاد الشرمولة. غادي نخلي الحوت ديالي في هاد الشرمولة واحد شوية، عاد باش ندخلو الفران باش يطيب ليا. وهنا في مقلاة ولا بحال هكا كسرونة عريضة، غادي ندير واحد الكمية ديال الزبدة، غادي
غادي نضيف علبة ونصف ديال الحيط ولا ليشون. وهنا غادي نضيف واحد الكمية ديال الكريمات غادي نضيفو شوية ديال البزار غنضيفو شوية ديال الكمون شوية ديال البابريكا شوية ديال الملحة لاصوص ديال الصوجا انا ما غاديش ندير كالامار في هاد البسطيله يمكن لكم الا بغيتو تضيفوا كالامار كتخلوه هو اخر حاجه كتضيفوه من بعد باش كتعرفوا بلي هو كيطيب بسرعه غادي نضيف واحد المعلقه ديال كونسونطري طوماط القزبر والمعدنوس غادي نضيف حتى الثومة سبحان الله طاح ليا كامل هنا غادي نضيف الثومة حتى هي هنا الحوت من بعد ما تشرب ليا هاد لاصوص تقريبا واحد نص ساعة غادي نديرو في الطاولة اللي غندخل الفران هنا عندي الماء اللي غليته من قبل غادي نطفي ليه وغادي نضيف فيه الفيرميسيل ولا الشعريه الصينيه هي راه دغيا كتحل وسط الماء سخون هيا الفيرميسيل من بعد ما صفيتها من الماء غادي نجيب شي مقص وغادي نبدا نقطعها وغادي نجيب ديك الفيرميسيل وغادي نضيفها على هاد لي شامبينيون اللي درت مع الكريفيت وغادي نضيفو واحد الشرمولة اللي بقات لينا من الحوت غادي نضيفوها حتى هي البنات هو الحوت من بعد ما خرجته من الفران غادي نقيه نحيد ليه داك الشوك غادي نقسمو غادي نخلي واحد شويه واحد تقريبا نقسمو على النص النص غادي نضيفو لهذيك لا فيرميسيل مع الكروفيت و لا شامبينيون والنص الاخر غادي نوريكم كيفاش غادي نحطو في البسطيله من الفوق
بعد ما نقيت الحوت غادي نهز هاد الحيمات اللي تيكونوا بحال هكا معزولين كبيرات كبار، غادي نهزهم نهز منهم واحد شويه. وهاد الشويه اللي بقى غادي نضيف عليه هاد الكروفيت مع الفيرميسيل، ودابا غادي نعاود نزيد شويه ديال القطرات الحامض. واحد شويه ديال الهريسه، راه ما كيجيش حار ما كتبان كاع، غير هي كتعطي واحد لو غو زوين. شويه ديال الفرماج، فرماج احمر ولا ادام هو اللي كيعطينا ديك التعليكه. وهنا في الاخير غادي نضيف، هذا بطبيعه الحال كيبقى اختياري، غادي نضيف واحد شويه ديال كروفيت، هذا حتى هو غنديرو مع ديك الهبره من فوق العماره ديال البسطيله اللي وجدت. هذا بطبيعه الحال كيبقى اختياري، انا هنا درت شويه ديال الزبده وغادي نضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. صافي، هنا غادي نضيف واحد شويه ديال لاصوص الصوجا غير التنسيم، غادي نخليه حتى ينشف من هاد الماء اللي طلق وصافي يكون تفايل. ودابا البنات غادي نجيو باش نمونطيو البسطيله ديالنا، راه كلشي واجد نوريكم. هنا عندي العمارة اللي درت ديال الكروفيت وفيرميسيل وشامبينيون، وزدت عليها داك الحوت في الاخير. وهنا عندي داك الكروفيت اللي قلت لكم درتو شويه في الزبده. وهنا عندي داك الحوت اللي عزلت، وهنا عندي الورقه ديال البسطيله، هنا شويه ديال الزيت، وهنا شويه ديال الزبده اللي ذوبت. ودابا غادي نبداو في المونطيو في البسطيله ديالنا. حاجه غادي ندهنوا الطاوات اللي غادي نديروا فيهم البسطيله، غندهنوهم بالزيت. من بعد ما دورت الدوره بحال هكا، غادي نجيب واحد البرقه وغادي نديرها في الوسط، باش منين نبغي نقلبها يجيني ساهل انني نقلبها ما تحلش ليا الورقه من التحت. وندير ليها الزبده والزيت. ودابا غادي ندير نفس الطريقه للطاوله الاخرى. وغادي نجيب العماره، غادي نحط هنا هذه الاولى، ومن بعد غادي نجيب هذا الحوت
ومن بعد غادي نجيبوا هاد الكروفيت. نضيفوا الفرماج من الفوق، صراحة هو اللي كيعطينا واحد التعليكة رائعة. نجمعوا في البسطيلة ديالنا، غنبدا بهذه هي الأولى. الورقة كثيرة في هاد البلاصة، داكشي علاش غادي نقصها باش ما تجيش ليا من هاد البلاصة معشنة. ومن بعد غادي نجيب ورقة أخرى، هاد الورقة غادي تشوفوا كاين هنا البلاصة الحرشة شوية وكاينة بلاصة الملسة. البلاصة الملسة هي اللي الظهر ديال الورقة، وهنا البلاصة الحرشة هي الوجه، هي حنا غنديروها على الوجه ديالها. وغادي ندهنوها بيضة من هاد الجناب. وغادي نبداو نلفطو بحال هكا، نصيبو ليها. انا ما غادي نطيبها حتى لا غد ليه، غادي نخليها، غادي ندهنها نبداو، وغادي ندخلها للكونجيلاتور حتى لا غد ليه ونجبدها باش نطيبها. وهنا للتزيين غادي نوريكم واحد الطريقه. غادي تجيبوا هنا عندي جوج ورقات، غادي نفرق بيناتهم بالزيت، نروليوها بحال هكا. غادي نجيبو مقص ونبقاو نقطعو. وغادي تحلوهم بحال هكا. غادي نجيبو البسطيلة ديالنا، غادي ندهنوها بالزبدة، وغادي توضعو هاد العشريطة بحال هكا هنا. البنات هذا نهار ثاني، البارح طيبت معكم البسطيلة، ما شاركتش معكم كيفاش سلقتو داكشي، كيفاش داكشي معروف كيفاش نسلقو كيفاش نديرو. المهم هنا شديت الخضرة سلقتها ديال البطاطا وخيزت وجلبانة، يمكن يكون نزيدو حتى اللوبيا، أنا ما بقاتش عندي. وصافي درت ليهم شوية ديال الزبيدة البلدية، شوية ديال الملحة، شوية ديال البزار، الكمون، وقزبور ومعدنوس، والثومة،
وغادي نبدا نصوطيهم بحال هكا في هاد لاصو. وهنا عندي وجدت الروز، غنوريه لكم. هنا وجدت الروز، هذا غير الروز فيه البصله، راه كنت مشاركاه معكم من قبل، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. قلت سي با لا بين انني نعاود عاوتاني في فيديو، غنخلي لكم الرابط ديالو. غير انا داك اللي حضرت من قبل كنت دايره فيه الدجاج، هذا بلا دجاج، هذا فيه غير البصله مع العطريه مع الويدات ديال القرفه وصافي. والروز المهم راه طريقه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. هو فاش كيطيب كتخلي ديروا ليه واحد الزويف هكا وكتحطوه. هو غنديروا السلطه، حيت الصراحه كنت بغيت ندير الروز بالمايونيز والصوص، ولكن غيجي بارد. وحمايا وحماتي ما مكياكلوش المايونيز، داكشي علاش قلت من الاحسن ندير الروز سخون. صافي غير هكا شويه هاد الخضيره هي كتسطى. وغادي ندوزو دابا باش نقادو لا سلطه، غادي نوريكم منين نجد الماطيشه، نقطع ماطيشه ونغسل الخبز ونتلاقاو باش نوريكم كيفاش غادي نقادها في الطبخ. البنات غادي نجي دابا باش نصايب سلطة ديالي. هنا جبت واحد الطبسيل بيض هكا كبير، غادي نجيب واحد زلافه بحال هكا بيضة، وغادي نحطها في الوسط ديال الطبسيل. وهنا غادي نجيب واحد زلافه كبيره اللي غادي ندير فيها داك الروز اللي طيبت من قبل، غادي نحيد منه هذوك العويدات ديال القرفة. شفتوا الروز كي جا معزول صراحة، كيجي هكا رائع رائع الروز. انا ماشي كاع من عشاق ديال الروز، زعما كناكلو لكن ماشي من العشاق ديالو بزاف، ولكن صراحة الطريقة من نهار اكتشفتها ولات كتعجبني. غادي نوضعو في الوسط، وغادي نجيب سلطة ديالي بحال هكا، وغادي نبدا نوضع في كل نوضع في ربعه ديال الجهات. في هاد الجهه خاص، صافي راه درت الخص في جناب كاملين. غادي نجيب دابا مطيشه وغادي نبدا نستفها هنا. الخيار وغادي نبدا ندور به الطبسيل. خاصني نكحس لكم هكا باش يبان لكم الطبسيل كامل. غادي نبدا ندور هكا في الطبسيل كامل بالخيار. غادي نجيب دابا المايس وغادي نبدا نديرها على هاد البلايص اللي فيهم مطيشه. نجيب الطون، وهنا غادي نجيبو البيض حتى هو. البيض غادي غير نفرتتوه. وهنا البنات جبت هاد الفرماج اللي تيكون بحال هكا، الزيتون،
وصافي هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي. الطيله الاولى غنكحل لكم هكا باش يبان لكم. ها هي البسطيله الاولى ديالي. غادي نجيب شويه ديال الفرماج غادي نضيفوه هكا من الفوق. صافي هي شويه من الفوق وغادي ندخلها غير في داك الصهد شويه ديال الفران، وفي نفس الوقت غادي ندخل البسطيله الثانيه. غادي ندخلها نحيد لها هذاك الجنب، غندخلها غير هكا. هاد الاخرى شفتوها تحمرات غير يدوب داك الفرماج ونخرجها. صافي حيت الفرماج ملي كتحطوه في الاول كيتحرق، ما كيبقاش لا المذاق ديالو ولا المنظر ديالو زوين. هذا هو الشكل النهائي ديال السلطة. انا صراحه ما عنديش مع داكشي الديكوراسيون بزاف، غير على قد الحال. المهم فكره بسيطه يمكن لكم نتوما تغيروا فيها. هنا في هذا الداخل درت شويه ديال الخس باش ما يبقاش يبان، ما تبقاش تبان هذيك الزلافه اللي حطيت من التحت، يجي داكشي اوموجين. البنات هنا كتسالي لا فيديو ديالي. كنتمنى الفيديو اللي درت لكم اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا ولو القليل، وتسناوني في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم. السلام عليكم.